عودة جديدة مشاهدينا، مكملين معكم في غبقة الحمراء ونتواصل أكيد مثل ما شفنا هذا التقرير الخاص في هذا العمل نوح العين، ومعنا أبطال هذا المسلسل الفنان القدير محمد جابر وأكيد الفنان الجميل والرائع والقدير حسين المنصور. تقبل طاعتكم، حياكم الله. منه ومنك صالح الأعمال. إن شاء الله صالح الأعمال، والله يحييكم. حياكم الله بخير. كيف الحال بنيتي؟ عساك طيبة. الله يسلمك، حياك الله. أنت شلونك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. عساك. ترى سو يقول لك الأستاذ حسين شيل النظارة عشان الكشخة تكتمل. إيه علشان هذا. إيه. هذه بس كذي بس ولا ما ألبسها؟ إيه. لا علشان. زينة. بخالد. بخالد حط هني علشان أنت وسيم. عشان لا تكبر أمرك. إيه يلا. انت قول لي انت وسيم مش حلو في طبعا اكيد يعني اول ما وصلنا هنا وقعدنا هنا على طول رحت بالذكريات عن هذا المكان. اي والله كلمنا عن الذكريات هنا. وش ذكرياته على ايام سينما الحمراء وسينما الفردوس طقعصي هنا والدخله تدري بكم؟ كم الحمراء ب 100 فلس ما شاء الله. تالي وصالت وقالت صارت بربع دينار. والله ربع دينار الحين بكم ما ادري الحين متى ذاكر؟ ثلاثة وأربعة وخمسة. ثلاث دنانير؟ ها؟ ثلاث دنانير؟ أي ثلاثة سبعة حمرة. ثلاثة ونص؟ إيه؟ إيه؟ سبعة. تدري الـ VIP هني بمركز الحمرة بسبعة ونص سعود بعشر دنانير. يلا خذ. بس عاد شنو يعني صراحة لكجري ما بعد لكجري يعني تقعد ومرتاح وهالقنفة الحلوة كأنك قاعد وأنا قاعد في بيتنا على الأرض قاعد على قنفة أنا بس حط لي عشر دنانير علشان قنفة. اي بس تغيرت السينما اول اللي قاعد على كرسي عادي حتى كواليتي الموفيز تغير. اي والفردوس متخصصه كانت افلام الهنديه الهنديه. هني بلش حبكم للفن، كنتوا تيون تحرصون على مشاهده الافلام والسينما شنو قول خلنا من زمان. اي ايام الشقاوه. ايام الشقاوه من 58 انا ما شاء الله. اي والله لك طولة العمر يا رب. عاد الكويت لان يعني انا كنت غير. اول تلميذ في مدرسه المثنى ودائما اقابل خطيب ومحمد النشمي الله يرحمهم. الله يرحمهم. يسوون مهرجان مسرحي سنوي. اي فمن هو الوحيد اللي ويا بشرتهم لانهم سمر. انا يسموني حمود. اي اول ما كنت محمد حمود. حمود تعال انت ولدنا. أيه. انا ولد النشمي عشان تكتمل العيلة. ولد النشمي النشمي في دور مرأة والعقاب الخطيب الريال ومش عارف ايش وهذا. فقام استاذ محمد النشمي رحمة الله عليه سوى فرقة كاملة قام يعرض فيها على مدرسة الصديق. أيه. اللي هو وزارة الداخلية حاليا. أيه. اللي بالديرة هني. اللي بالديرة. أيه. فشلون ما عنده نص يكتب فمنو اللي ويا ربعه محمد المنيع عبد الله المنيس عقاب الخطيب فلان 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 ركبوا على المسرح. انت قلت كذي انا ناداني قال لي حمود تعال انت اقرب المسجل. اي ها وسجل. فيقول حق عبد الله مثلا عبد الله المنيس قل كذي كذي أنا أسجل، أنت قلت كذي كذي، أنا أسجل، أنت خلال أسبوع المسرحية خالصة. بإخراجه. أي. يخرجها مرة واحدة. فأي دور ناقص شطانة فيه حمود اطلع أنت. نادوك. من 58 أنا وياهم. ما شاء الله. يعني والحمد لله. ما شاء الله. تعالي عاد بس رسمي؟ لا. رسمي 61 مع زكي طليمات. اي مع المسرح الاكاديمي رسمي. رسمي انا قاعد اقول لك. نعم لا بس اذكر في شغله معلش تفضل. اذكر واحنا نقدم مهرجان المدرسي حضرها عبد الله اليابر رحمه الله عليه. اي رحمه الله عليه كان وزير التربيه. اي فلما خلصت المسرحيه عطى محمد النشمي 20 وعطى عقاب الخطيب 20 وانا ولدهم 10. 10 تدري شنو 10؟ هذه ثروه ثروه ذاك الوقت. شنو؟ ذاك الوقت قيمه. امي اعطيتها ال10 قالت بس يا وليدي
شهر كملنا شهر. الله يحفظك ان شاء الله. ذكريات جميله. بروح حق الفنان حسين المنصور، برجع معك بعد للذكريات لما وصلت الحمراء. الحمراء كنا انا واخوي عبد الرحمن العقل، مو الحمراء، الفردوس كانت مقابلتها متخصصه في الافلام الهنديه. اذكر كل عيد لازم حضر فيلم هندي، او كل فيلم هندي ينزل انا وعبد الرحمن العقل لازم اني فيه. ايه نحضر. اول يوم العيد قرناطه فيلم رينجو، نروح الصبح. بعدين عائله نروح انا. فلها ذكريات. وبيت اختي هني كان جريب. ايه بيت اختي فاي مشي. وبالاستراحه مثل ما قال ابو خالد، بالاستراحه ربع دينار اول بندش ب 100 و150 50 سندويتش شاورما وبيبسي. لازم شاورما بيبسي حتى لو ما ايش حق ناكل شاورما. هذا البوب كورن مال قبل. ايه ايه هذا من هذا. بس متعه حياه كانت راقيه وهدوء وما فيها مشاكل ولا هالسوشيال ميديا ولا. بس استاذ حسين انت من جيل يعني مختلف عن جيل الاستاذ محمد جابر، فانت شبابك يمكن كان في السبعينات، يعني وقت الشقاوه مالتك كان وقت السبعينات. اي بس الموضه كانت مختلفه. كان وقتها يعني الانفتاح بالكويت حتى كان مختلف. طبعا طبعا. انا بس كنت عضو بمسرح الخليج 69، انا وعبد الله الحبيل وعبد الرحمن العقل كنا بالانديه الصيفيه. يعني ما لي شغل باخواني، دشيت ويا عبد الرحمن. وعبد الرحمن نادي صيفي خيطان وانا المامول بالشاميه. حلو. وعبد الرحمن وعبد الله الحبيل الله يذكره بالخير، ما ادري والله كان باي نادي يعني. اي فمن خلال الانديه الصيفيه دشينا مسرح الخليج. واول مسرحيه لي كانت يمكن عمري 8 سنين كذي، عنده شهاده. أيه. ب64 بخالد. أيه. 64 كنت صغير. أيه. واستمريت بعدين هديت الفن فترة، رجعت إلى الرياضة. نادي العربي تميت فترة. رحت نادي القادسية يومين. أيه. تميت نادي الكويت فترة. لعبت ويا عبد العزيز العنبري. أيه. فترة 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 طلعت منهم، رحت نادي السالمية لعبت ألعاب قوة. لما تعورت سويت عملية وخلاص وقفت الرياضة. بس ليش وخرت عن الفن بذيك الفترة هذه؟ بس كنت بالنادي، كله مشغول بالنادي وبس. بعدين تعورت سويت عمليه حق هذا، رديت عاد. بس ما شاء الله يعني اخوانك الكبار يعني رحمه الله على اللي رحل عن دنيانا، والله يحفظ الاستاذ محمد المنصور. اكيد تاثرت بهذا الجو العائلي اللي كان كله يعني اعمال مسرحيه وتلفزيونيه ودراما على اعلى مستوى. هذا شيء لا ارادي صار فيني، شغل بالفطره صارت شغله. يعني اكيد بتاثر يعني. ما شاء الله منصور عبد العزيز ومحمد. منصور وعبد العزيز الله يرحمهم، كل واحد تعلمت منه شغله. صح. يعني أكيد. كل واحد تعلمت منه شغله. مدرسه كانت منصور مسرح الخليج، هو والله يرحمه صقر شهود طبعا، والله يطولنا بعمره ويخلينا العم عبد العزيز ريع. نعم. تعلمنا هذول كانوا مدرسه. مثل ما كان زكي زريمات بالمسرح العربي، كان عندنا احنا صقر شهود ومنصور كانوا مسرح الخليج. فكانت مدارس. أيوه. العربي والخليج والشعبي والكويتي، كان في كذا مدرسه يعني. نعم. فكيف راح نتعلم منهم تلقائيا؟ تعلمنا اصول الفن تلقائيا، والتزام للفن الفني تلقائيا بعد التعلمين منهم. فما بالك اذا كانوا عندك بالبيت. اكيد بتاثر فيهم يعني. طبعا طبعا. بروح حق ابو خالد الله يعطيك العافيه. عافيك. يعني دائما الناس تعول على الدراما القديمه، يقول الحين في اختلاف. برايك انت شو اللي اختلف؟ على النيه. النيه اختلف شيء وايد. يعني وين اللي تقدمه قبل بالسبعينات والستينات والثمانينات؟ وين اللي تقدمه الحين؟ اختلف حتى والله بالتسعينات. الدقائق اختلفت. لا يا جماعه تكفون، لا تقارنون، تكفون لا تقارنون. لا ابو خالد انا ما اقارن، بس عندك في اعمال ليومك هذه تسمعها، دروب الشيك، دهره الايام. نعم. هذه بالتسعينات. رادر المحتوم، ثمن عمري، ما اعرف ايش، يعني كلها بالتسعينات هذه. أم كانت حلوه يعني غير، ولا زالت موجوده في اذهان الناس، ما زالت اذهان المجتمع، بس مو مثل اللي قبلها. لا هذا هذا اللي قاعد انا اقول لك. هذيك بالفتره هذيك يعني شنو بالله، لما نقدم انا ويا عبد الحسين مسلسل منو الكاتب؟ ما في
الكاتب يعطينا فكرة بس فكرة الحلقة كلها أنت وتلقائيتكم وارتجالكم ترى كذي كذي الحلقة فيقضبني الله يرحمه عبد الحسين محمد أنت قلت كذي وأنا قلت كذي أنت قلت كذي النمش الله يرحمه أبو صالح تعال يبا أنت قلت كذي 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 من أحسن الحلقات تطلع أيه. على الفطرة وعلى كلامنا بس بحيث أنه ما نجرح أيه. ما نجرح طبعا لا. طبعا سيدك وضحك وبعدين خلنا أقول لكم شغلة الشغلة اللي قبل يجيك المخرج يقول لك الحلقة موجودة عندي أنا بناء الديكور 13 مشهد بالاستوديو نعم المشهد الأولي كاميرتين الكاميرا الثالثة على المشهد الثاني خلص المشهد الأولي دارت الكاميرا الثانية وقفت ويا الثالثة راح من أنت يا محمد جابر أنت في المشهد الأولي لا خلصت لا تروح أخاف عبد الحسين يخلط في المشهد الأخير نعيد تعيدون من الأول نعيد من جديد زين الحين لو رجع فيك الزمن يعني أو إحنا ما زلنا نستخدم نفس هذا الأسلوب البدائي يعني في التمثيل الاعتماد على الارتجال والتلقائية هل ممكن الجمهور يتقبل هالموضوع؟ سؤال لكم لا لا ما يتقبل لا لا ما يتقبل الحين خلاص الناس واعية وفاهمة بس الحين صار أسهل تصوير يعني مثل أول اللي قالوا غلطة تردي من أول الحين لا توقفين عارفة طبعا تدخلين مكان هذا تكملين أو رياكشن كذي ويرد عليك الشارع يبي كذي الشارع ما يبي مثل قبل الشارع يبي خلاص لازم نتطور خلاص الحين صار في تقنية وفي مخرجين مبدعين في شباب وعقلية جديدة بس هذا ما يقلل من الممثل نفسه وقيمته إنه قبل كان المخرج مثلا يلجأ للممثل القادر على الارتجال أي نعم الحين لا أنت عندك نص وتحفظه وبس الأداء وحتى أدائك لو خربط فيه ممكن تعيده والله شوف هذا على حسب المخرج والله الاعتماد هذا لا شوف على حسب المخرج أنا أعوذ بالله من كلمة أنا يعني حتى بخالج كذا عمل اشتغلت وياه ما نعتمد على اللي مكتوب بالنص ناخذ نفهم المعنى بس نفهم المعنى بس أقولها بطريقتي أنا اللي مكتوب بالنص أقولها بطريقتي بعضهم لا ما عندهم القدرة هذه يحفظ صم كنا بيمتوه تلقين يقولها كذي لا قلتي هذا أنت تلقائيا تسولفين مو قاعدة تمثلين تحسين أنك قاعد خصوصا المسلسلات القديمة وإحنا قاعدين نتكلم اليوم عن نوح العين يعني الارتجال في هذه المسائل قد يكون صعب نوعا ما ممكن اللكنة تطلع غلط ممكن كلمة تطلع غلط شو رايكم لا والله بالعكس بالعكس مخالف خصوصا إذا كانوا بعض الفنانين يعني ما هم كويتيين أنا كون يعني مسؤول وايد قاعد أقول أنا أعود من الكويتة عندهم مطلق الحرية بخالد فهم النص فهم شيبي من الحوارة يقولها بطريقته هذا هو قاعد كلهم كذي بس بالنسبة قاعد يحاجون يقولون إخواننا البحريني عبد الله ملك وهدى الخطيب والسعودية كثر خيرها يعني قاعد تقول إتش صعبة عندهم شلون إتش أخبارك وما شنو كثر خيرها قامت هذا إحنا ما نبي قاعد أعلمهم يعني أنا قاعد أحط التلفون وقاعد 24 ساعة مجابلهم حتى إحنا نقلط يعني يصلحونا الكلمات القديمة شوية فما يقدرون يجدونها 100% أنا لو مثل البحريني ما جيتهم مثلهم صح طبعا بقول بحاول أقول مثلهم بس ما أقول بحاول لكن يعني يمكن تجيبها بس مو وبعدين مثل ما قال بوخال عمل خليجي هو يعني نعم يعني وتتنى منه فيلم حلو بوخال شو المميز في مسلسل نوح العين شو اللي شايفه جديد شوف خلني أقول لك شغلة أنا الوحيد اللي لما يتصلون فيني يقولون لي أبو خالد نبيك ها على طول شنو المسلسل مالكم قالوا تراتي استانس انشرح صدري هذا اول شغله ثاني شغله منو جاي فلان وفلان وفلان حلو خلاص انا جايكم اي اللوكيشن على اساس دعوه من حسين المنصور ومن محمد وهذا تعال ابو خالد ترى باكر تصويرنا تعال ادخل اللوكيشن اشوف
خرفان اثنين قدامي شو بيسوون فيهم؟ قالوا بنذبحهم هذيلا على اساس نبتدي نبتدي في شو اسمه في العمل العمل. فابتدينا بالعمل. فاللي لفت نظري ابو خالد انت لازم اول مشاهد تقولها. فشوف اعطوني الثقل ثقل. يمكن يتفائلون بحضرتك. ما ادري والله عاد هذا عندهم اكيد. ايه اكيد. فقلت مشهدين ثلاثه انا ويا مرام بط. الحوارات اللي اقولها انا بعض ساعات اقضي بحسين اقول له حسين ترى الحوار شويه ركيك. قال لي ابو خالد شوف الموضوع مال المشهد وقلبه. فما اقلبه انا يعني احتراما للمؤلف طبعا. يقول بما معناه يعني بما معناه بس. فهذا اللي افادني انا في لوح العين. اي حسيت ان مكانك وانك مرتاح. مكاني 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 وفعلا عيال المنصور ما قصروا وياي. نعم والله. ايوه استاهل كل خير. ابو منصور سؤال اليوم ما شاء الله في نوح العين قاعد نشوف خليط ما بين الكبار وما بين الشباب. شو الهدف؟ وهذا الهدف وهذا اللي ما بين السطور. هذا اللي قصدنا احنا بين السطور. نبي تحتك الاجيال القديمه عقليه الاوليين بالجيل الجديد اللي هم دشوا المدارس البنات كبروا دشوا المدارس بدوا حتى المفردات تطورت شويه صح. يعني اول كانوا يقولون زتات الحين قالوا يقولون بسرعه. هذا المثيل يقول انا قاعد يقول خليك واقعي. من يقولون لك تعلمت واقعي انت كلمه واقعي. يقول اقعد بالقهوه عند المعلم اسمع المعلم يقول حق يسولف ويرى يقول خليكم واقعيين خليك واقعي ضربت بمخه واقعي واقعي. فهذا الصراع ما بين الأجيال. في مشهد بين محمد المنصور والبنت غالية اللي خانقها وهاوشها ومعروف ايش ما شنو قالوا لها قعدي بالدار لا تطلعين ترى ابوي بيذبحك. رحتي له الحين قالت لا بروح اتفاهم وياه. بنت الحين خلاص تفاهمت قالت انا ما ادري اتهاوش انا بتفاهم. عقلية ابوها اخذ الصلب والخوي اللي كلمته واحده هذا الاوليين صح. انا خوالي كذي وابوي الله يرحمه كان كذي القدم تتقدى تقول السلام يقول تب على القدم ماكو اكل ما لا كلام. سلام على طعام لا اي متصدق كذي يعني لا ما تاكلين وياه اي 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 صح. انا سمعت ان بعض الابهات بعد ما ياكلون يعني باقي العائله ثاني اول الابو ياكل كذي اي طبعا اي وانت طالع شلون ياكل الاولاد يقعدون شوف العقليه كذي الاولاد يقعدون البنات بعدين كذي. فقدر من راحت البنت قالت لا انا بروح اتكلم اشلون نخلص هالعادات القديمه هذه اشلون نخلصها. فراحت قالت حق الابو يبا انا تحت امرك بس اسمع مني انت نوخذه كبير وكل يحترمك بس النوخذه الكبير يسمع من طرفين ما يسمع طرف واحد. انت سمعت ومسمع كلامي. ولما قالت كلامها وديلوج من ابدع ما يمكن قالتها ركعت تحت ابوها قالت لها الحين انا تحت امرك. قعدت قعد ودمعت عينه قال لها قومي روحي نامي. يعني حتى الابو عنده الروح الانسانيه على بناته يعني اوكي قوي من هذا بس بناته ظناه ما يقدر يخليهم. بس عندي سؤال ابو حسين اذا سمحت. بس انا عفوا اعتمدنا على الوجوه شبه جديده يعني ما كانت مكرره وهذا اعتمدها منصور ولدي الله يحفظه. الله يحفظه. اي يعني جاب ربعه نعم. اللي شايفهم بالمعهد درسوا معاه من الاولى او هو كان سابقهم ويعارفهم بالمعهد نعم. فاتكل عليهم اعتمد عليهم نعم. البنات نفس الشيء يبنى الاخت اضوى الفهد من السعوديه نبي جديده وبس وطعمناهم ابو خالد المرام طعمنا. لا الخلطه ما شاء الله متكامله وانا يعني شهادتي فيها في مجروح اكيد. لكن بس عندي سؤال ابو منصور اذا سمحت لي. في عبارة قاعد تطلع في بداية المسلسل احنا ما ندري اليوم هل هو يعني فترة او حقبة تاريخية موجودة ام هي المسلسل هو من وحي خيال المؤلف فما ادري. لا هذا من خيال مؤلف ما لها شغل لا ماضي الكويت ولا ماضي الخليج خيال بس ممكن اسويها مودرن قصة بس انا اخترتها بالجو القديم حلو بالجو التراثي زين
كذي عملنا. ليش حطيتوا حطيته علشان لا يكون باكر يقول لا اول احنا ما نقول كذي احنا ما عندنا كذي عشان الناس لا تربط مع الاحداث عشان تفهم الناس ان احنا بعد ايضا احمي نفسي وايضا بعد لا صار شيء ما نقصد فلان وعلان وما يعني لما يستقل التاجر الفقير ما اعرف ايش ما نقصد فيه هذا من وحي الخيال المؤلف بس هو من وحي الخيال نعم في احيانا يكون مو وحي الخيال وتحط لي عباره تحميها واضح لابتسامتك يعني اي بس قاعد اقول لك المسلسل افهم ما فيه افهم افهم معناه ما بين السطور كلا يعني في اسقاطات الصراحه في اسقاطات واضحه اسقاطات واضحه هذا اللي يفهم اكو بالناس اللي تقول لك لا زين ليش ما يكون حقبه تاريخيه موجوده من ضمن التاريخ او التراث الخليجي او الكويتي وانت حميت نفسك بهذه العباره واللي يفهم يفهم لا انا حبيت احط العباره هذه لان المقصد فيها فلان فلان لكن فيها اسقاطات واضحه اسقاطات واضحه الخباز منه اخوه انا اطلع اخو خباز يقول لي تنكرت اصلك تنكرت وهذاك عبد الله ويا محمد يقول لك تنكر انت ابوي كذا 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 في صراحه هي المراه دور المراه نعم تكلمنا عن دور المراه المراه ممكن تكون ناخذها يعني مو معناه ناخذها قصدي ممكن تكون قائده ممكن تكون رئيسة وزراء ممكن تصير حاكمه طيب ممثل استاذ حسين راح نرجع لهذه النقطه لانها وايد مهمه وحابين نسب فيها اكثر بس نطلع هذا الفاصل ونرجع لكم من بعد مشاهدينا حياكم الله معنا من جديد عجبتني مسألة إن المرأة ممكن تكون ناخذة تقصد ناخذة ببيتها ولا تقصد ناخذة على السفينة؟ لا مو على السفينة ولا يعني بالفريج بالمنطقة بالمجتمع نفسه بالزيرة بالمجتمع لأن حطينا هذه ميثة زوجة عبد الله نعم هي اللي يجون حريم الفريج يستشيرونها بكل شيء نعم تعطيهم نصائح تردهم على بيتهم ممكن المرأة تصير قائد صح ممكن تصير أي شيء اي نعم صح اي نعم مو شرط الرجل صارت بعد شنو صارت يعني مو كل شيء بالقوة مو كل شيء بالقوة يسمونها القوة الناعمة القوة الناعمة تكلمنا على القوة الناعمة تكلمنا قالوا لي أيضا القدر وقالوا أول ما في حب أول ما في حب في حب وعشب كان بس طاهر وعفيف بس ما يبين الوجه طاهر وعفيف هذول تربوا مع بعض وكبروا مع بعض بس ما يبين الوجه شلون تحب واحدة ما يبين الوجه قبل لا 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 هذول تربوا مع بعض لا لا أنا أتكلم عن قصتنا تربوا مع بعض وعيال عم كبروا مع بعض عاهدوا بعض حتى الفرق النقلة من 10 حلقات إلى هذا إلى أن كبروا خلاص كبروا متعاهدين ومعروف إيش بس شوف الكلام لما يا وهم صغار لما يا الولد نط بيت عمه زعلت وقالت لدت بيتكم ارجع بيتكم شوفوا يعني ما في يعني حتى لمس إيدها ما قضى بيدها ولا شيء ولا في معروف إيش بس هم يحبون بعض ومتعاهدين الحب الحقيقي هذا الحب الإيلي فما في يعني قلة أدب ولا الكلام من بعيد من بعيد الكلام البدي ولا الكلام اللي معروف إيش لا 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 ما في بس بخال شكلك يعني عندك شوية تعليق على بعض الإسقاطات اللي كانت موجودة بالمسلسل والحلو فيها أن هذه الإسقاطات مكتوبة بذكاء فيعني ما كانت كذي يعني بطريقة خلينا نقول وايد واضحة لكن الشاطر يفهم ايوه هذه ما بين السطور هلا انت قلتيها بعد الشاطر يفهم بعد ايش حق اقول انا؟ خليني افهم انت شنو رايك؟ لا يعني ايش تبيني اقول لك والله؟ ايش تبيني اقول لك حسين خلى شيء؟ اي ما خلى شيء صح؟ ما قصدي لا ابو خالد اللي يعني ساعات يخلص دوره ويقعد عندنا يكمل الجو اي الجو يمكن هو يكلمك عن الاجواء شلون؟ فيقعد يشوف التصوير فكل ما شاف مشهد قال لي سوالي كذي كفو تكلمتوا عن هذا زين سويتوا زين خالد عندك شيء بتقوله؟ لا يعني مثل ما قال ولدي حسين يعني انا من النوع اللي اذا حبيت اللوكيشن والناس اللي فيه المخرج لما يقول لي باكر ابو خالد نبيك الساعه 10 انا الساعه 8 موجود الساعة 8 موجود ليش؟ لأن حاب اللوكيشن حاب الناس اللي فيه حاب اللي هذا يجيني مساعد المخرج أبو خالد نبي المشهد هذا كذي كذي أقول له يلا مع السلامة اقضب الباب اقضب الباب عطنا المشهد أقول للمشهد وأنا تلقائيا مستانس فرح يعني
ما يضيق خلقي. زين في لوكيشنات لما يقول لك تعال الساعة 10 تروح لهم الساعة 10 كأنك رايح السجن وتحس انك رايح تمتع شويه. اي ضايق خلقي ما احب. لا مو في ناس يعني أكيد إيه. بس النص النص اللي عندهم حلو وقادر تتعامل مع ناس غير يعني بيئه غير مريحه خصوصا اذا كان نص قوي تتعامل. اذا النص قوي اشتغل بس انت مو مرتاح. يكون في بعض التضحيات. اي ماني مرتاح. زين اليوم نوح العين جمع ما بين جيل العمالقه والشباب، شلون شايف تعامل الشباب معاكم كفنانين كبار؟ جدا جدا راغي. راغي. وانا اقولها مو علشان حسين يمي، لا لا لا. لا يعني شوف انا ويا اخوي محمد وياي علي جمعه وياي تعامل منصور ويا ابوه حسين تعاملهم لنا غير طبيعي. غير طبيعي. يدهينا لتنكتين بالكويتي. نعم. إيه يدهينا لتنكتين. وين رايح وين جاي؟ الحمد لله على السلامه وصلوا ما ادري يعني الحمد لله يعني في هذا يعني هذا اقل واجب لك يا ابو خالد. حبيبي حبيبي لا والله كل اللي موجودين كل يعني الموجودين والله انا عاهدت نفسي ويا منصور بان نوفر سبل الراحه حق الكاست كله. ما مضبوط بس إيه؟ انا قريت قبل اسبوع خبر عن في صحيفة الأنباء زميل الأنباء أن نوح العين إنتاج سخي. شنو سخي؟ ما فهمت. شو إنتاج سخي؟ يعني المنتجين مسوين قاطين فلوس على العمل. إيه الحمد لله. إيه بس فهمني بفهم. الحمد لله. أنا قلت مثل ما قلت لكم أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا ولدي منصور وطبعاً أخوي محمد اللي أمرنا يعني أمر أن الكاس ما بأحد يطلع زعلان. يعني فقعدنا انا وولدي منصور وعيال اخوي منه مكبتنا منه فينا بيننا منه فينا فقعدنا قلنا نوفر الاكل نوفر الراحه البنات الحريم تحطون لهم خيمه تكييف قنفات اللي يبونه الشباب ملابسهم الاكل كل يوم بوفيه. لا وفوق هذا وفوق هذا مع احترامي حق ولدي حسين ديكور ديكور يعني ديكور كم مره انهدم وكم مره انبنى 14 بيت ها 14 بيت 14 بيت يعني شيء مو سهل. هذا لما يقول لك سخي فعلا سخي يعني 14 بيت هم اللي موجودين في الحاره ست بيوت او سبعه زين ينهدمون هالبيوت هذيلا نخلص محمد جابر نخلص علي جمعه نخلص عبد الله ملك نخلص هذا هدموا البيوت حق ناس ثانيين. لازم تغير البيوت سبوق احمده ما اعرف ايش لازم تغير يعني شيء مو سهل. البيت لازم تغير. وين كان التصوير استاذ حسين؟ صليبيه صليبيه بالصحراء يعني مزارع مزارع هذيلا ناخذ قسم ملابس اكسسوارات يعني نادر ما تلقى اول كذي. فرحنا وقعدوا الشباب يوميا سوق الجمعه سوق ما وين سوق ما يروحون يجمعون هالاكسسوارات والبورت والكفرات. والله كلفكم العمل. لا الحمد بس طلع بهالنتيجه وهذا المطلوب. اطلعوا الكاست مني سواء الفنيين ولا فنانين ولا ممثلين وهم مرتاحين هذا المطلوب عندي. النجاح النجاح للكل كلهم اللي تحملوني انا اشكر اصغر واحد لاكبر واحد من ابو خالد لاصغر طفل عندنا. يعني تحملوني بدينا بالصيف موت حر بهالصيفية موت موت حر بعدين دش علينا البرد برد برد هالسنة شفتوا والله ميانا فبس بالله الحمد أشب لهم هالنار دوة مني ودوة مني وهني كستن يشوون وهناك ذورة يشوون وهني مريحهم يعني لله الحمد. زين أبو منصور الشباب أبو خالد يقول لا شباب ما شاء الله محترم لكن بعض الفنانين الكبار طلعوا ويانا يعني قالوا الشباب صراحة ما يحترمون وما يلتزمون. كلمني عن الشباب اللي وياكم في نوح العين. لا عاد هذا الالتزام هذا لا عند والله في ناس عند الشاب نفسه يعني قاعدوا بمكانكم يعني قالوا في ناس ما تلتزم من جامعتنا؟ لا 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 يعني صفة عامة اتكلم والله في تصير تحصل بس احنا عندنا لله الحمد الشباب مثل ما قلت لك ما كان كلهم توهم جدد وهذا بس ملتزمين صح ملتزمين. هو الواضح ان حضرتك يعني وفريق العمل اثناء الكاستنج يعني اخترتوا اسامي لها يعني مستقبل جميل وبنفس الوقت يعني سمعتها طيبه ما شاء الله الشباب اللي موجودين معاكم الحمد. يعني حتى الفتيات اللي موجودين معاكم اكثر يعني طبيعه من بعض الممثلات الاخريات جدا جاني مستانس انا كنت ادري يا
كلمتان يضرب خالد 24 ساعه الخزرانه بيدي. ليش؟ كذي بس يعني ما اتخشمر وياهم ها ليش حقي ها يركضون كذي مستانسين علي يعني لا الحمد. بس تعال شوف ادائهم اوقفهم اذا حسيت ان ادائها شويه مبالغ فيه ولا شيء لا ردي ترى انزين. وبالنسبه يعني لشكل البنات خليك عاديه خليك عاديه اختياراتك ايضا كانت يعني على ممثلات اقل ما يمكن ان احنا نقول ان هم ما استخدموا وايد عمليات تجميل يعني ما تغير وايد من ملامحهم. هل هذا كان ببالك اثناء الاختيار؟ عليك نور هذا اللي ما حبيته هذا خصوصا ان فتره تاريخيه وحقبه قديمه فلانة. حق الدور هذا احلى فلانة باين مسويه وايد يعني اكو ناس تسوي اوكي سووا حلو أي. هذا لا المتفقين ماني الاوفر وايد هذا اوفر وايد مو شيء يعني في اسماء من نسائيه من الفنانات طاحوا بسبه العمليات طاحوا من الحسبه في نوح العين. لا ما عندي لا 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 ما عندي لا لا ما عندي ما تقولون شيء هذه مثلا شكلها ما يركب مع هذا المسلسل لا مع الدور الدور مثلا اي لا. لا 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 كلهم كل واحده ماخذه دورها صح كل واحدة ماخذة دورها صح وأول كلهم كانوا يتزوجون صغار 15 سنة و 16 سنة صح صح إيه كان صغار مو فاهم سؤالي بمنصور هل كان بالك واحدة مثلا مميزة بس إن شكلها ما يركب من خلال عمليات التجميل في مسلسل كان بواحدة ببالي بس منو هذه أنا بعرف لا 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 العدو لا يمكن لا يمكن يمر مرور الكرام لا لا هو بينه وبينه وايد ترى وايد في بالنا لا بس وين؟ إيه منو اللي وايد لا لا صعبة يا معود أنا بلا يلا يجيب أسامي ويقولون قاصدنا يا معود والله العظيم لا نحترمهم كلهم زميلات كلهم خوات يعني اليوم أعتقد إنه ما في مشكلة اليوم أنا محتاج مثلاً الفنان الفلاني ما أنا قاعد هذا اللي أقوله خر يخربون على أنفسهم يخربون أنت حاسب نفسك يعني تبي شوية لا يصير أوفر لا يصير أوفر لا يصير أوفر عشان عمله أنت فنانة أنت فنانة لما تشدين كذي ما في أي تعبير هذول لما يوصلون كذي ما في تعبير ف يعني بلا ذكر اسماء بلا أتمنى إن شاء الله يعني إذا كان عمل مودرن نمشي الحال بس مثل الأعمال هذه لا حتى المودرن والله حتى المودرن بس يعني على الأقل صح كلام أبو منصور إنها تنبلع مثل بيوت الحكومة يتشابهون اي والله العظيم ف لمحه اي والله عجبك التشبيه شفت الشبه هو ابو الاسقاطات ما شاء الله حتى هذا دليل موجود في نوح العين خلينا نطلع فاصل وراجعين مع ابو مشعل حياكم الله معنا من جديد شفتوا التقرير قبل شوي واستاذ محمد قاعدين نتابع الكاركترات اللي انت تقدمها ومن اول ما ظهرت على الساحه الفنيه وانت دائما مشهور بكاركتراتك المميزه عايده روسي الحين نوعا ما صارت الادوار متشابهه خصوصا في الحقب التاريخيه المختلفه أنت كمحمد جابر صاحب الكاركترات المشهورة شلون ممكن توفي مع كل شخصية بكاركتر يخليها مختلفة عن الثاني أنا أقول لك يا أنا اشتغلت في نوح العين أي كاركتر بروحه يعني عمل ثاني أي شيء لا أنسى نوح العين تراثي صح هذا اجتماعي اشتغل ما يخالف اي يعني عمل ثالث بعد العيد عرفت شلون اي هم اشتغلته بس في كاركتر بعد اي في كاركتر يعني في ان يعني لما اشتغل في نوح العين واشتغل في ثاني اجتماعي عادي عادي بس مثلا السمات الشخصيه اللي تكون حريص انك تحطها على الشخصيه المؤداه أيه. شلون يكون عادي يعني احنا شفناك الحين هالمله دمه خفيف أيه. وظريف يعني اعطيته شكل مختلف نوعا ما كل دور اعطي حقنا اي لا يمكن يعني شوف لما قريت انا النص في نوح العين قعدت ويا حسين الحسين ترى المؤلف شويه مو عارف شنو شخصية محمد يابر
كان يقول لي ابو خالد اقلب اللي تقلبه وانا وياك. لان اغلب مشاهدي وكله وياه. اغلب مشاهدي كله وياه. فقلبت اللي انا اختاره. مو شو اسمه المؤلف، لا المؤلف ما احترامه، لا هو كتب القصه وخلاص. أي. مع السلامه هارد لك. لكن لا تقول لي شنو اقول انا. أي. لا بقول اللي بقوله انا لي علشان اظهر قدام الناس يعني الطيبه. طيب ما حسيت اخوي حسين انه يعني مغامره انك يكون الكاتب والمخرج من مملكه البحرين وانت قاعد تتكلم عن مسلسل كويتي حقبه تاريخيه محدده؟ هل كوّت القصه علشان يعني تتلائم اكثر، ولا هم كتبوها على اساس ان هي مبنيه احداثها بالكويت؟ اولا القصه مكتوبه باللهجه البحرينيه ومن كذا سنه، يمكن 3 سنين او 4 سنين. أيه. وكذا نص عرض لنا. أيه. اختار او بالاحرى اختار منصور ولدي اختار القصه هذه. من الكاتب جمال صقر. نعم. نوجه له تحيه. القصه حدوته حلوه. وبلا تخوفنا منها ولا شيء، التكويت منه وفيها يعني بلهجه البحرين قريبه منه. قريبه، قريبه جدا. وبعدين نتفق والله نتفق ان الحمل نقول خليجي لا نقول كويت. نعم. اللهجه بسيطه يعني ما تاثرنا فيها. والكاتب جمال صقر انا اعرفه من فتره يعني سنين. كاتب جيد سواء مسرح ولا تلفزيون. نعم. يكتب حدوته يعني يكتب القصه صح. سواء مودر ولا ما اعرف ايش. المخرج مصطفى رشيد يعني شهادة مجروحة فيه، لا أعمال ولا تاريخ، بس هو نادر ما يشتغل. أي مقل يختار القصة. أي مو أي يعني تعطينا قصة يقول لك يقراها ممكن يعتذر منك بلباقة وممكن يقول لك أنا بعدل فيه. فهو هذا إنه ما اشتغل وايد يعني فترة. بس من مخرج مميز. نعم. بكادراته، بشغله، بنظامه، حتى بأوامره. وبنفس الوقت قلب طيب، قلب أبيض، بيحب الضحك ويتقشمر ويخلص الأوردر وإحنا نضحك ونستانس. ما شاء الله. يعني مو من المخرجين المعقدين وصراخ وما أعرف إيش ما حضر هذا يلا فركش لما تجيبونه ما تقعد تكسر المنتج الحين. أيه. صح. فركش على كل شخصية. إذا تأخر الممثل عليه مصطفى أعطونا شاي. شرب الشاي. إيه قاعد وإحنا قاعدين وياه وهذا لما يجي الممثل. مخرجين عصبي ويكون ها؟ والله البعض منهم يعني كذي يفرض شخصية يعني بيفرض شخصية. هذا الزمن الأول يقول لك شد الشعر ما يشن ما حد يسوي كذي. هذا كان مبالغ فيه. إيه وبعدين يعني. مبالغ فيه. وبعدين تعال محمد جابر تأخر والله يلا فركش اليوم ماكو تصوير لما يتعلم أي بكر ما أنت كسرتني الحين كمنتج أنا. طبعا شنو هالشخصية هذه؟ لا هذا يقول خلوه لا حد يحاكي خلوه اعطوني مشهد ثاني على ما يلبس ما يدري شنو ظروفه مش حقه تأخر. نعم. صح. بس إيه خلوه يلبس خلوه يرتاح لا تنرفزونه ترى وعنده مشهد عارف. الفنان حسين المنصور السؤال بس إيش رأيك بالفنان اللي قاعد أو الممثل اللي يطلع بكذا عمل بموسم واحد مثلا برمضان؟ اليوم قاعد نشوف فنانين طالع بأربع وخمس. لا شوف عملين ممكن بس عملين مو بنفس الوقت يعني ملابسي بنفس السيارة هذول حق هني وهذول حق هني. لا لا لا, لا في ناس يا حسين أخلص أنا رأيي ما أدري أكيد في ناس أنت تقول كذي بس كذي أخلص عمل أبتدي عمل بس أشتغل عملين مع بعض أضرب هذولك وأضرب هذولا وأتأخر على هذول. لا لا أكو بعضهم ممكن مضطرين في بعضهم تارسين الكشنات هذا مع المسلسل الأولي هذا المسلسل هذا المسلسل الثالث وهذا كله ترى على أفل يعني على المضمون وكله وراء المادة. ما تحس اليوم الأجور مبالغ فيها؟ على الصحة طبعا على صحة بني آدم. وبعدين شنو أنا عقلية الحين يقول لك أنا لما ندش أتقمس الدور أتذكر أمي أتذكر أبوي طيب أتذكر طلع من هي راح هني كل مرة يدش هني يتقمس أمه ويدش هني يتقمس أبوه ويدش. إنزين خلينا نسأل سؤال أخير. يدرس الدور عارف تركيبة الدرس الدور شي حطه أنا وعظم من كلمة أنا يدري فيه محمد جابر ما أقرأ نصوص. نعم على طول أقعد مع المخرج والمؤلف
قولوا لي كذي كذي بعد دوري شنو عشان لا قاعد تفلسف. لا في يعني بناس يقرون الدور ويتقمصون يعرفون هذا، سواء قعدت مع هدى سعاد اقعد اقول لها كذي 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 تقول لي في فرصه ثانيه قعدت ويا سعاد انا كذي 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 قولي لي انا ما اقرا قولي لي كذي 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 هدى نفس الشيء. طيب فبعضهم يقول لك لا اخذت الدور وتقمست وبكيت وما ادري شو. علشان نختم معاكم اللقاء الجميل هذا ونقول لكم كل عام وانتم بخير، وفعلا يعني نوح العين اثبت وجوده على شاشه التلفزيون الكويت، لكن شنو الخطط المستقبليه سواء يعني من ناحيه الانتاج، خصوصا انت واستاذ حسين يعني راجعين بعد فتره انقطاع، فنبي العجله تدور يعني ما توقف ان شاء الله. عندكم ان شاء الله الحين عندنا 15 حلقة راح نخلصها إن شاء الله، نبتدي فيها نص ستة، وبنفس الوقت نجهز حق 30 حلقة حق رمضان إن شاء الله القادم بإذن الله. إن شاء الله وكذي راح يكون جدولنا إن شاء الله كل سنة 15 8 حلقات 10 حلقات زائد 30 إن الله يطعمنا عمر. أبو خالد ما تبي تشوقنا على نوح العين؟ ما تبي تقول لنا شيء كذي ينتظر المشاهد للحين ما ظهر على الشاشة؟ متفتن يعني عطنا شوية متفتن قول أي شيء بس لا تفتن على المشاهد الجاية. هاي المشاهد اللي يعني لا تقول الأحداث اللي جاية تحرق المسلسل على الناس، بس نبي تشويق. بس تشويق لا تحرق، بس عطنا تشويق. عطنا تشويق. تزوجت أنا الحرمة وموتها لا تزوجت الحرمة وفقتها وعليا يا فرحة ما تمت ثلاث حريق ثلاث مدري أربع. لا في أحداث لا نستعجل وايد، الناس شلون كذي شلون كذي شلون ماكو حدث ما له ردة فعل. فشوفوا تابعوا، اقول حق الناس شوفوا وشوفوا النهاية شنو ان شاء الله. انا في يعني بعد المسلسل هذا رحت تركيا عملت مسلسل بناية هب الريح اي نعم حق محمد اللي معاك هيا شعيبي محمد العنزي مع هيا شعيبي مع تكلمت عن المسلسل لما كانت ضيفة ويانا بس وايد حلو وايد حلو وايد حلو ان شاء الله احنا بانتظاره. اي والله الحمد لله يعني بس شنو وايد حلو كله ثلج. انا اقول لك شغله قال لي المخرج منه صالح ابراهيم قال لي محمد الحين خلاص وقفت المطره ماكو ثلج ولا شيء في مشهد انت ويا زوجتك من فوق الجبل وانتم نازلين لتحت حلو قول لها انا سويت لك وانا حطيت لك وهذه الفله وهذا ما ادري شو يلا صعدت فوق اكشن اكشن دخلنا وانا قاعد اسولف اياها ما ادري شنو كان يا ليت ثلج يا ليت مطر ثلج قام ينزل علينا والمخرج يسوي لي كذي استعجل سوي كذي فيك انا اندمرت كان يقول ستوب ستوب بعد شو تسوي؟ اطالع دشاشتي ولا كلها مدبره تعالوا عاد نظفوا الحين لازم اطلع فيها الدشاشه مواقف جدا جميله وتثري اكيد العلاقة ما بين الفنانين وكافة أكيد إذا صارت الكواليس حلوة يصير العمل جميل جدا. فشكرا على وجودكم معنا، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله ونتمنى دائما نجاح المرافق لكم في كل أعمالكم. مشكورة ما تقصرون وانتم مشكورين ما قصرتوا وإن شاء الله نلتقي بعد المسلسل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله حياكم الله. تحياتي لكم شكرا. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا الليلة، أكيد باكر غبقة جديدة ونترككم في أمان الله مع السلامة.